هاد حقيقة هاد البرامج هي كتير برامج ما بقاش كتبان حقيقة. كانت واحد النهضة قوية إعلامية في واحد الوقيتة ديال أواخر التسعينات وبداية الألفينات، وخصوصا لما دخلنا احنا جينا دخلنا واحد البرامج يعني شكل برامج ترفيهية اللي كتعتمد شوية على يعني على الأفكار، المحتوى الجميل، المحتوى والمضمون كذلك، ثم بالنسبة للديكور إلى غير ذلك كل ما هو تقنية جديدة. للأسف ما عرفتش أنا هاد البرامج علاش ما بقاتش. روح هي حقيقة البرامج كتكلف، كتطلب واحد البيوجي معين، ولكن هذا سؤال ربما خص الناس المسؤولين على الإنتاج هما اللي يطرح لهم هذا السؤال. احنا فقط حنايا لما كان كيتطلب مني مثلا انني ندير برامج، انا كنت واجد دائما عندي الافكار، عندي الفكره، عندي المحتوى، عندي المضمون، وعندي حتى الطريقه ديال كيفاش ممكن ان نشتغلوا بواحد الطريقه في الاخراج الى غير ذلك. وبالتالي كانوا الناس اكفاء لا في دوزيم ولا في قنوات اخرى طبعا، اللي الحمد لله كانوا تيكونوا يعني كيكونوا في نفس المستوى ديال التقنيين اللي في اوروبا. وداك الشيء باش كنت كتشوف برامج كانت في المستوى العالي. دابا ما تنعرفش المشكل، المهم تنعتقد ندير الخلاصه، يمكن المشكل مادي.